ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايب لكم 3 انواع من الشاي، حلوة قوي هيعجبكم. بصوا، ده شاي ديتوكس، دوت حلو قوي للتخلص من السموم ويمنح الطاقة والحيوية للجسم على مدار اليوم، وده على فكرة خالي من الكافيين، يعني ما تخافوش منه، مفيد جدا طبعا كلنا عارفينه، ماشي. وده شاي الاسترخاء، ده شاي اسمه امتنان، ده شاي على فكرة، ده شاي احمد، طبعا منتجات احمد طبعا كلنا عارفينها. بصوا، ده شاي امتنان، دوت شاي اعشاب للاسترخاء، دوت بيخفف الاجهاد اليومي والقلق. ده يفضل ان انت تشربيه بالليل، تعملي فنجان وتشربيه بالليل. بصي، ده 100% طبيعي. بصوا المكونات بتاعته، هو 100% طبيعي، مكمل غذائي عشبي خالي من الكافيين، برضو زهرة الكاموميل والألماني العضوي، وهنا بلسم الليمون، أوراق التليو طبعا معروفة، أوراق التليو وأوراق النعناع، الحاجات دي يعني أعشاب مفيدة ومعروفة يعني. بصي هنا كمان، هنا مشروب عشبي ممتع يساعد على الاسترخاء الذهني والبدني وإزالة التوتر، يحتوي على مزيج من الأعشاب العطرية، يساعد على تهيئة الجهاز العصبي، تهدئة الجهاز العصبي، ترشيح اضطرابات الهضم العصبية. ده مفيد جدا، أنا بصراحة بحب أشرب الحاجات دي قبل النوم عشان بيساعد على النوم برضو. وفي هنا تالت حاجة وآخر حاجة، ده شاي أحمد برضو، ده بصي شاي بالقرنفل، شاي عادي، ده جميل برضو، مشروب طعمه حلو قوي يعني، وبالقرنفل فيه مركز هيعجبكم قوي، أنا بحب أشربه بدل الشاي السادة. بس دول 3 انواع الشاي، يا رب تكون استفدتوا، ويا رب لو عجبكم الفيديو اعملوا لي اشتراك في القناة، وخير الناس انفعهم للناس. مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.